انا رايي كمخرج واساسا من المتضلعين في القانون بعتبرها مسؤوله عننا واحد واحد. كويس قوي. انما حليم بيقول لك انها اتهربت من المسؤوليه. في امكاننا نحطها في وسط المسؤوليه. ازاي ده؟ ده انتوا ما عندكوش فكره عنها خالص. هتقول لي حزينه وجوزها ميت، ما احنا كمان لو ما صرفناش بحزم هنموت. معاك حق. انتوا ناسين اننا لغايه دلوقتي مش عارفين هننام فين. البيت بيتكم. مكسوفين ليه؟ الاكل كتير. الله، ما تمدوا ايديكم. يا سلام، اكل طعم قوي. تسلم ايدينا. الله العظيم، ربنا يديكم الصحه يا رب. ثلاثة بالله العظيم اللي انتوا قاعدين. تحب تاكل كفتة؟ يا لطيف. على كل حال اهلا وسهلا بيكم، واعتبروا البيت بيتكم. انما انا مدي معينه، لانه الست مسافره بعد 3 ايام. ماليش حظ بالرجاله، مفيش فايده. تصدقي ان الله يرحمه مفلس وكل املاكه محجوزه؟ مش معقول منصور الدرف مفلس وانت كنت وين؟ انا عمري ما اتدخلت في شغله، اعرف انه مليونير وبس. كيف هتعملي؟ ولا حاجه، شيء الطبيعي اني ارجع للفن. يي، هترجع للفن وتغني؟ وما ارجعش ليه؟ يا ريتني ما تركت الفن، كنت مرتاحه ومبسوطه والملايين بيحبوني وبيغنوا اغنيه. عايزه الحق، انا مخلوقه علشان اسعد الناس وبس. يا سلام لما كنت اطل على المسرح واشوف الجماهير قدامي بيبصولي وعنيهم فيها كل معاني الحب والحنان. الاستاذ سيد سكرتير اول الكابتن سلامه. واحد ابطال الكاراتيه. اهدى اهدى، صلى على النبي صلى على النبي. الاستاذ احمد سكرتير تاني الكابتن سلامه. وانا بقى المدير بتاع الكابتن سلامه. كيف بدي اعرف انه صاحبك بطل عظيم واحنا ما سمعنا عنه شيء؟ انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ ده سلامة أكبر بطل في الكاراتيه. صلى على النبي، صلى على النبي. ياما في أبطال بس بالحكي. إنما إحنا بالفعل مستعدين نثبت لك. ده سلامة عضو في الاتحاد الدولي للكاراتيه. صلى على النبي، صلى على النبي. وعنده 7 حزمة بني و37 حزام أسود. وجزمة وشراب. وأمه ميتة. إذا كان هيك فرجوني شغلكم. أوي. وإذا عجبك شغلنا تتفق معانا؟ يلا يا النادي. يلا. يا عيني يا سلامة. يا عيني يا سلامة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسان. مين؟ حسان. إيه ده؟ أنتوا عاوزين تخربوا بيتي؟ الزيارة ممنوعة على السعادة. صبح فين؟ في العنبر. وصلنا عنده. ما أقدرش أترفد. مش مهم. وراك رجالة. شايفين يا ناس؟ حلوا عني، هتودوني في دايه. طب اسمعوا، اطلعوا هنا. هو احنا عيانين؟ مش وطي صوتك واحنا بنسرع. دليلي تهدي، ما تزعقش. طب اطلعوا، اطلع هنا، اطلع انت وهو هنا، الله يهدي حيلكم. مساء الخير يا سياده المدير. اهلا يا عرب. هترفد يا غغر، هتودوني في داهية. أوضة صبح اهي. أنا عيني الشمال بترف. أنا عارف إنكم هتودوني في داهية. ربنا يستر من الفضائح يا رب. استر يا اللي بتستر يا رب. وين ورقك؟ نعم. وين ورقك؟ ورقك. قصدك اوراقي؟ مش تقولي كده من الصبح. بصراحه بقى انا ما عنديش اوراق. كيف دخلت هون بدون اوراق؟ هقولك على كل حاجه بمنتهى الصراحه.
اصلا انا كنت ماشي في الشارع وفجاه حسيت بطني بتوجعني وفجاه وقعت اتلمت الناس وفجاه لقيت نفسي هنا ازاي ما اعرفش. شو اللي جابك اسم العظام؟ واحد اسمه حسان. وين الالم؟ في جنبي. اي جنب؟ اليمين. بغير بغير. الشمال. مش ماشي على اي حد موتونا الله يخرب بيوتكم. يا جنبي يا جنبي. الو حنة مورفين بسرعه.